في عملية قص المعدة، يتم فصل جزءا من المعدة واستئصاله من الجسم، ويتم تشكيل الجزء المتبقي من المعدة بشكل أنبوب. هذه المعدة الأصغر حجما لا يمكن أن تحتوي الكثير من الطعام، كما أنها تنتج كمية أقل من هرمون غريلين المنظم للشهية، مما قد يقلل من رغبتك في تناول الطعام. ومع ذلك فإن عملية قص المعدة لا تؤثر على امتصاص السعرات الحرارية والمغذيات في الأمعاء، وتعتبر هذه العملية آمنة ونسبة نجاحها 98%. كما تساعد هذه العملية في التخلص من أمراض الضغط والسكري والكوليسترول وغيرها من الأمراض المرتبطة بالسمنة.